عمي مساك الله بالخير أبو تركي. مساك الله بالخير. إحنا اليوم راح نشوف عمل من إيد عمنا أبو تركي سواب إيده. حياك الله. واليوم تاريخ 31 يناير 2013، وفرصة ذهبية إن إحنا نشوف شغله. وهذه عمك مو أول سفينة سويتها صح؟ هي ثانية سفينة. ثاني سفينة. إي هذه متى سويتها بديت فيها؟ هاي تقريبا في ذاك في 85. في 85. إيه 85. ولا قبلها؟ لا قبل هذيك في ذاك في الستينات هذيك. في الستينات. إيه. أو السبعينات هذيك. السبعينات. إنزين هذه السفينة علمنا عليها متى بديت، كم أخذت وقت، وبعدين علمنا على كل قطعها. والله بديت فيها أنا يعني مو بقى يعني من استمرار. إيه. عرفنا عن العمل. إيه. إيه. يوم آخر ليل وأول ليل وزام النهار اللي هو أرامكو. أرامكو قعدنا على العمل احنا يوم السبت. نعم. ما ساعدنا. إي نعم. إيه. على راحت يعني. هذه عبارة شغلة دقيقة، هذه مش يعني ذاك شغلة عادية. نعم. تأخذك تلوح حوالي متر وتضربه مسمارين خلاص. لا. هي نعم. هذه بناها بسيط، البناء يعني من اللي هو من البيص إلى التريج، هذا اللي يسموه التريج، يسموه الزبدرة. اثنين إلى هذا. هي نعم. هذا المحل اللي أنا الحين دق حاط عليه. هي نعم. زين. الحين نجي من السفينة. إيه؟ السفينة أول ما يجي البيس. إيه؟ وهذا. إيه؟ هذا البيس تحت هذا. نعم. هذا. نعم. نعم. البيس بعدين فهمت هذا البيس اللي عبارة كشترين اللي هو. إيه؟ أنا قلتهم عبارة ذاك شختين يعني. إيه؟ دخل. إيه نعم. إيه عشان اللوح اللي يسموه المالج هذا أول بنا السفينة. إيه؟ يركب من هنا ويركب من هنا. نعم. وبعدين يركب هذا اللي هو الميل. هذا الميل هذا. نعم. اللي راكب فيه الهناب هذا الميل. نعم. هذا بعد محفور ذا بعد. نعم. عشان عبارة لف اللي هي ذاك. يلبس. إيه. لف ذاك الفنة سدر. إيه. زين. إيه. بعدين يجي من فوق اللي هو البيس اللي هو المالج. إيه. نعم. لوح المالج. نعم. بعدين تبدأ اللي هي الحملة التحتية هذه. نعم. رايح ليل حملة اللي هي فوقية يجي بعدين يسموه هذا البرد. البرد هذه يسموه. نعم. إيه. سموه البرد هذا. نعم. برد السفينة. نعم. زين هذا قلنا عنه هذا. اي نعم. ايه قلنا عنه هذا. زين السفينة طال عمرك تنبني على ذاك بناها على اللي هو شلاميل وعطاف وكروات وصوارة. نعم. ايه بعدين لا كملت اللي هو هذا اللي هو حين شلاميل والعطاف والصوارة يجي شو يجي اللي هو بعدين اللي هو السطحة هذه. نعم. السطحة هذه اللي يسموها عالية يمين، المنطقة هذه يسموها عالية يمين دي. ايه. عالية، عالية يمين. ايه. وهذا اللي يسموه له جالي مال الشنان مال الخراب. ايه. ايه. الحين الخراب تحت عبارة لا زين برخوا السفينة واحد يروح تحت يسموه شنان. نعم. فهمت؟ وش يسوي هذا الشنان؟ يطوي الحبال. ايه. هذه عبارة البريخة يحط له الأخراب على البلولة. نعم. هذه يسموها البلولة، البلولة فيها خرزة. نعم. اللي يسموه فرخ هذا. إيه. زين إيه فين عبارة بعدين بين وبينك اللي هو الحبال هذا. إيه. بيض. إيه. عدة بيض مو بيضة واحدة. إيه. بين ذاك بين اللي هو علمنا كان ربطة له بين البيضة والبيضة. إيه. ربطة يسموه خرابية. إيه. فهمت؟ نعم. إذا قال إنه خذ فوق هذيل كان مياديفهم ذيل منشورين حق الغاصة. نعم. مفتوحين يعني من هنا ومن هنا. لا قال إنه خذ فوق بيبرخ فهمتي؟ نعم. هذيل سامحهم خلوهم ذاك في البحر. نعم. هذا اللي هو الزبان مع الميدا. إيه. خلوه فوق خالع. نعم. عشان يصير كذي يتنكس. إيه. رجال الحين. إيه. إيه. الحين بيبرخهم تبتدي عبارة اللي هو الخراب من هنا إلى هني سووا العاجبة. إيه. هني. هني اللي بيمسكوها الرجاجيل اللي السيوب. إيه؟ يسموها العاجبة هني. إيه؟ هذه اللي يشتغلوا في السيف اللي عبارة اللي السيابة. إيه؟ إيه؟ اللي يسموها بريخة هذه. إيه؟ إيه؟ عشان يبغى يساني من محل لمحل. إيه نعم. عبارة سيد ما تقول الأرض هذه المحارة فيها خلص بيساني يروح محل ثاني عشان يحصل محار أكثر يعني. نعم. إيه؟ نعم. طبعا الغاصة بتركب كلها. نعم. إيه. وبعد بعد غاصة بعد يشتركوا في البريخة. إيه. ويا السيوب بعد. إيه. إيه. فهم؟ هذا اللي يسموه
يسموه هذا الكلب. إيه؟ هذا يسموه الكلب. إيه؟ هذه قلنا عنها البلولة. إيه؟ زين هذا اللي هو السن. شوف إيه؟ هذه السن اللي إلى حديدة. إيه؟ هذا لما يطرحوا إيه؟ ينزلوه. نعم. إيه وهذا المقدمة هذه يسموها عبارة عمار. إيه؟ إيه؟ ونشاء. إيه؟ لأن هذه تصير أجبر من نفس البيض. إيه؟ اللي وراها. إيه؟ تصير أبيض. هذا إحنا شفناهم لو في المسطح مع السنابس. إيه؟ يفتلوه من النخيل الليف. إيه؟ هذا يفتلوه. إيه؟ زي ما قلت لك يخلوا لهم لوح في حوالي تقريبا ستة هوال كذي. إيه؟ حق المتوح. إيه؟ زين بعدين لو هذول الحين الجماعة اللي ذاك يكسروا عبارة الحبال عبارة يكسروا كذي كسار فتحيسوه. إيه؟ فهمتي لين كما الحيس هناك ناس وراه فهمتي هذيل عبارة يجون وذيل ذاك يفتلوا. إيه؟ هذيلك اللي منك من قدام. إيه؟ عندهم حبال يعني كمية حوالي تقريبا 50 متر أو ذاك. إيه؟ أو 40 متر على بغيتهم. إيه؟ على نفس اللي يبغوه هذيل اللي ورا يحيسوا هذيل يجوا شوية. إيه؟ اللي منك محيوس الحين حبالهم. إيه؟ اللي منك محيوس حبالهم. إيه؟ هذيل يفتلوا رايح. نعم. إيه؟ عبارة تجتمع مع الهواء هذه كلها كل بعدين يصير واحد. إيه؟ ستة هوال وكل هول في متر زين. نعم. بعدين عاد اللي زين عبارة كسروه يجتمع كله يصير حبار واحد يسموه العمار هذا. إيه؟ أما هذا البيض هذا يسموه كمبار من البحرين جابوه. إيه؟ البيضة تقريبا حوالي 60 متر و70 متر ها. نعم. تعرف الغواص لما يطرح على الهير. إيه؟ فهمتي أول ما يرمي السن هذا. إيه؟ لا رمى السن هذا صك السن ليل شوية. إيه؟ إيه؟ هذا هني الحديدة تشور هناك في الأرض سموا اللحف هناك وسموا حدابة. إيه؟ أو بيمة نفس القوح تحت هناك. إيه نعم. الشير فيه هذه. إيه؟ إيه؟ عشان لا تسحب السفينة. إيه؟ إيه؟ بعض أوقات عبارة يصير ماية حامي بعد. إيه؟ إيه؟ مو كل الماية واقفة. صح. هذه سموا الحديدة حق السن. بعدين اللي هو السن إلى هني تكرم حبال يسموه سايلو. إيه؟ إيه؟ لو شعر السن هذا ما قدر ينقفوه. إيه؟ يسحبوا السايلو هذا عشان. إيه؟ السن ينقلب بشكل كذي هو. إيه؟ ينقلب يطلع الحديدة هذه من نفس اللح. إيه؟ أو الحدابة أو البيمة اللي تحت نفس الرأس. ولما قدروا عليه بسايلو يحول لغيص. إيه؟ حول لغيص تحت فهمته ويقلبه عن الشورة يسموها شورة هذه. إيه؟ شاير. إيه؟ زه الغيص. إيه؟ ما جاب سايلو طب الغيص له. إيه؟ حتى في الليل شوف. إيه؟ إيه؟ انه يدك يمطر ويطب الغيص لما. إيه؟ ما مرض. إيه؟ وينزل. نعم. على الحبال يمسك الحبال. فيه ويطلع الشورة. لا قلبه خلاص من الشورة. إيه؟ خلاص ذلك ياخذوه لين يوصل هني خلاص. نعم. يوصل هني خلاص عبارها جو حق جو حق الذاك الميادين خلاص. إيه؟ إيه؟ خلاص كبر الخراف خلاص جو حق الميادين الحين هذي الميادين ثيله يسموها دميدة بالجبلة هذا يسموه صف. إيه؟ وهذا اللي مركب يسموه دراب. إيه؟ هذه اسمين عندك فضل. نعم. هني يسموه الزبان هذا الزبان هني في. إيه؟ إيه؟ اللي في السفينة فوق. إيه؟ دي. إيه؟ هذا يسموه اللي هو الصياي هذا. إيه؟ إيه؟ وهذا يسموه الزوار هذا يسموه. إيه؟ هذا غص اللي راكب في الميداب يسموه. إيه؟ غص. إيه؟ وهذا الحبال اللي هني تحت مليوت هذا. إيه؟ يسموه تشن باشوفه هذا بالدوام دوام شوفه. ايه هذا الشن اللي ماسك. ايه فيه اللي ماسك فيه الواقف. ايه الواقف هذا. ايه ده حبال له. ايه واضح يسموه ذاك الشن هذا يسموه زوار هذا. ايه ايه زين هذا الحين كم اسم الميداف هذا زبان وزوار وشن. ايه ولو في الجملة غص. ايه وفي الجملة ميداف وهني الصف ودراب. ايه هذا الحين الميداف. ايه يعني طبعا كلهم اقسام شبه ايه كبيرة. ايه كلهم كذي يعني جملة. ايه ثمانية خصوص وثمانية مياديف هذا خشب الكبار. ايه اما خشب الصغار على اربعة مياديف واربعة غاصة. ايه هذا ثمانية غاصة لازم يصير. ايه كل مجداف لغيص. كل مجداف لغيص هذا يسموه. ايه غيص عالية اللي هني. ايه ها اللي قدام اللي هني في القدام. ايه وهذا اللي عقبة ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن هذا يسموه ميداب حياب. ايه هذا ميداب حياب. حياب. ايه ايه هذا اللي هو اكبر ميداب حياب. ايه بعدين اطيب غيص يصير هنا. ايه 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 من الطيبين ذي الغاصه اللي هواها طوال. ايه ايه يصير ورا قاعد يصير قدام هني. ايه ايه هذا يسموه عباره هني يسموه الميان. ايه هني. ايه هني يسموه الميان. ولا ليش يقعدوه هني؟
ها ليش يجي هني لا هذا الميدة بعدين زي ما قلت لك ذيلا كلهم يجوا كذي سيده ايه زين صح هذا يسموه يلاد هذا شوف دولة ايه هني هني كلاب هو كني ايه زي ذاك في نفس الميدة ايه يكلبوه هني ايه ايه كل واحد له ذاك عداله ايه ايه ما يمسك ايه يمسك يوقف يقول نأخذ انشر إيه إيه لا 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 قال نشر هذه اللي خلاص فتحوهم كلهم إيه لأن خلص من الإنسانة جابوا مني خلاص نعم هذا واحد نية هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إيه زين كل واحد لواحد هذا الميادي عبارة إيه كل غيس في ميدا زين إيه بس بقطع كلامك بخير تفضل هذه السفينة وش اسمها اللي فيها ثمانية مجاديف هذه السفينة اسمها الحفيز الحفيز أبو ثمانية مجاديف إيه ميادي فيه إيه والأبو الأربعة وشريدة إيه سبعة ميادين سبعة إلا أصغر منها شوية إيه إيه والسعودة ستة ميادين إيه إيه هالشكل كذي نعم كل ما زادت الميادين زادت الغاصة إيه إيه وزادت السيوب إيه كل ما كبرت السفينة زادت عبارة السيوب والغاصة طيب إيه يعني أكبر سفينة عبارة يعني في بعض السفن على عشرة ميادين إيه الجهة الواحدة بس إيه إيه جهة ثانية عشرة ومني عشرة يمكن لا خلصنا القطع وأسامي الأشياء نكمل كلامك نروح لأسامي السفن من الصغير للكبير ما عليه ما بعدين علي. ونجيب سوالفهم وكم يوم وكل شيء إيه بعدك ريض إيه الحين خد راحتك إيه هذا قلنا له الجالي مال الخراب إيه زين وهذا الجالي مال الخراب اثنينهم ديلة نعم شوف هذا عبارة هني في حفرة لابس في الخادم شوف ده لا دوير هني لا حفرة لا هذا يسموه الخادم هذا خادم خادم إيه؟ خادم للدقر هذا يسموه هذا يسموه الدستور إيه؟ ها نعم الدستور هذا لما ذاك استعملوا الشراع فهمت أول هلبوه إيه يقول إيه؟ هلب هلب يجي عبارة لهني الدستور كذي إيه؟ لين استعملوا ربطوا اليوش مال الشراع إيه؟ قال انسع خلاص هذا الشراع ده موجود نعم. بعدين نركب على السفينة زين هبط الحين إيه إيه هذه يسموها الحاشية مالت فن السدر هذه إيه؟ شفت هذه إيه 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 هو لها اسمين المرد والحاشية وهذه يسموها فن السدر هذه إيه فن السدر هذه شوفها إيه إيه هذه اللي لا فلق المحار يجيبوا الفلقة هنا إيه فهم نعم زين قلنا هذا الحين جالي مال ذاك مال الخراب فينا ما إيه نعم هذه الخدعة مال المحار اللي حطوا إيه؟ فيها إيه حطوا فيها في الليل والصباح لو بغي يفلقوا يطلعوه إيه هذه خدعة يمين هذه وهذه إيه؟ خدعة يسار من هناك إيه؟ مقابلتنا إيه هذا يسموه جالي اليمة هذا إيه؟ شوف هذا جالي اليمة هذا إيه؟ هذا جالي اليمة شوف طلع هني عبارة يتجمع له البحار إيه؟ فهمت هني يسموه هذا جالي اليمة إيه؟ يجي عبارة تحت هناك بين الشلامين وبين شافته وبين اللو الكروات إيه؟ يسموه حيور إيه؟ حيور يعني عبارة زي مجرى مثلا إيه إيه؟ يجمع من السدور التفرج هني إيه؟ يحول له عبارة السيف ينزفه إيه؟ إيه؟ واحد فوق يتطاول عنده يكتب إيه؟ بحر إيه إيه؟ إيه؟ اليمة إيه؟ طبعا الحين السفن الحين موجودة الحين فيبر إيه؟ كل صباحي ما يجيهم عبارة يمة إيه؟ زي عبارة اللو الخشب إيه إيه الخشب نفسه شارها إيه لا كملت فهمت دار عليه بالكلفات إيه فتيل هذا إيه بين اللوح واللوح سموه قباء إيه إيه سكر القباء هذا نعم الفتيل سميه إيه إيه عشان المحمل لا داك لا جيبين ما بعدين نعم لا خلص الفتيل هذا داروا عليه بالصل الصل هذا مال السمك هذا اللي ريحته طيبة إيه إيه وهذه يسموها دهنة إيه هذا الحين الخط هذا إيه؟ هذا خيط الدهنة هذا الحين هذا الأخضر إيه الأخضر خيط إيه؟ الدهنة وهذه عبارة الدهنة هذه إيه؟ هذه عبارة هج إيه؟ ها ويعملوه مع حاجة وسووا دهنة ولا وش ملون عشان بعدين ذا عشان بعدين اللي هو ذاك لا يسكر عبارة اللي إيه؟ بين اللوح واللوح إيه 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 هذه السكرة هذه أول فتيل إيه؟ والفتيل لازم ذاك يحطه في صل بعد عشان إيه؟ عبارة يشرب إيه؟ يسكر له القبة هذا إيه وهذا الماء اللي يدخل في السفينة يدخل لوحده ولو من الغلط في الصناعة لا لا يدخل عبارة يسرب من إيه؟ بين هذا وهذا إيه 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 لأنه تعرف سفينة خشب إيه أو مثلا لا ركب عبارة قوي من هنا مو قوي ينزل إيه؟ مني إيه بين إيه؟ هذا وهذا شو المحل ينزل إيه بس الأكثر ذاك بعض خشب تقع من أشخاصة وعلى إيه؟ الهير إيه 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 تقع من أشخاصة إيه؟ كيف الأشخاصة هذه قال له كيف سويها يسويها عبارة شطار إيه؟ أول يقبع ذاك اللي هذه الحين الخربانة إيه؟ بعدين يسوي لها حفرة على قد إيه؟ اللي بيركبها إيه؟ يسموها شخاصة إيه؟ يرقعها يرقعها إيه؟ زين يسموها شخاصة هذا قلنا جاي اليمة ها إيه إيه خلاص قلنا جاي اليمة زين
هذا طال عمرك اللي هو الحلق مال الدقر. إيه. شفت الحين خرج هذا المشكوك هني داخل. إيه نعم. هذا الحلق. هذا بعدين لا ارتفع الفرمل هذا بالشراع يروح فوق. إيه نعم. هني يجي هني يسموه القب هني. إيه. سلات الدقر هذيك الأخيرية فوق. إيه. إيه. هذه يسموها جامعة الحبال الجامعة إيه؟ يسموها إيه هاي نعم. تنزل تحت لا صارت خطيفة إيه إيه؟ تنزل تحت نعم. زين هذا الجيب اللي يسموه مشفوت نيب نعم. هذه القباقي يسموها إيه؟ لا زين عبارة بغى يجيبه أو بغى يطول جيب هذا طبعا يتول فوق هناك إيه؟ إيه؟ في الخماري إيه؟ شفت الحبال هذا اللي في الجيب هذا يسموه الخماري هذا إيه إيه؟ زين إيه؟ وهذا القباب مال التحدي وقباب هوي يركبوا هني سيوب اثنين يركبوا إيه؟ هني إيه يركبوا فوق هذا وهذا إيه؟ سيوب اثنين إيه؟ يركبوا زين عشان بعدين لا تنول الجيب الجيب طبعا مثلث مو زي الشراع إيه؟ إيه يعني مثلث يعني دامل ويوش وذاكم وبطن إيه؟ هذا اللي هو الجيب إيه؟ هاي هذا يسموه طوق الدقار طوق الدقار طوق هذا يسموه إيه؟ وهي في الجيب له البسيس فيهم هذه اللي هي طالعه شويه مني يسموها الشرط هذه ايه شرط ايه ليش سموها شرط عشان لا خطفه الاشراع فانت إيه؟ صوب اللي صوب الاشراع يجيبوها مني بالعكس ايه حطوه في اللنقوت هني عند القايم تحت عشان دقر سمته ايه ها ايه لا ينثني يعني ايه ذيك الجهه ايه نعم زين ايه هذا اللي الحين خلص من هذا هاي يسموها العمرانين هذه عمارين صدر وهذه عمارين تفر إيه؟ عرفتمها إيه؟ هذه عبارة سمون قفافي إيه؟ قفية صارت عمارين ثنتين إيه؟ هذه عمارين صدر وهذه عمارين تفر إيه؟ من هناك مقابلهم بعد ثنتين إيه؟ بعد عمراني بعد إيه؟ نفس الاسم إيه؟ نفس الاسم بعد إيه؟ صدر وتفر يعني كم حبل الحين كلهم ذيلا واجد هذه جامعة الحبال هذه سموها إيه؟ هذه الجامعة كلهم يروحوا فيها إيه؟ إيه؟ هذه تنزل تحت كلها إيه؟ إيه؟ هذا سموه نبي اللي بيجاري في الحبال يسموه العبيدار إيه هذا إيه العبيدار هذا إيه هذا اللي يمسكهم صورت الحين إيه هذا الحين عبارة نقد تنزل وتوصل للعبيدار زين هذا يسموه الغلمي مال التفر إيه يسموه الغلمي يعني دقر الصغير إيه إيه هذا بيوار مال الغلمي إيه إيه وهذا بيوار مال دقر العود إيه وهذا يسموه الغمازي إيه ها اللي اسمين بليم إيه؟ طبعا هذا صيوان صدر إيه؟ هذا صيوان الصدري هذا نعم سجلته إيه نعم هذا ظلال مال اليمين إيه؟ هذا ظلال مال اليمين هذا صيوان مال الوسط هذا إيه؟ الوسطي إيه؟ هذا ظلال يسار اللي من هناك إيه نعم هذا صيوان التفري سجلته مال إيه فن نعم. التفر إيه؟ سجلته نعم زين الحين نجي فهمتي لحق جالي اليم مال الماي هذا إيه؟ هذا اللي يشربوا منه إيه؟ شوف هذا جاري مال العنق شو هذا يسموه العنق هذا إيه؟ هذا يسموه البالدي إيه؟ هذا الحين القلاص اللي هني داخل إيه؟ شوف إيه؟ طلعنا الحين إيه؟ ايه يسموه البالدي هذا ايه ايه طبعا هذا الفنر تعرفه خلاص ايه وحين شايف يشربوا ماي لهم الماي ذا من البحر لا مالح هناك او ما يطلعوا من نفس الرفيعه او من دارين اللي مازرين ايه 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 مازرين إيه؟ من العين ولا من البير من عين ذاك دارين عين دارين إيه؟ إيه؟ بعد شفنا بعد يمزروا لهم حريم بعد إيه؟ حريم اللي يشيلوا الجيدان هذول إيه إيه؟ يجيبوا الحق الغواويس نعم اي في نفس البندر إيه؟ ركبوا إيه؟ يوم في الرفيعه يوم في دارين بعدين إيه؟ دارهم إيه؟ ما يطلع الغواص الا متزود من تمر من كل شيء من العيش من إيه؟ حتى في القران من اللي هو من اللي هو حين تمر ما تمر هو عباره اللي ذاك الماي ايه وكم يوم يكفي هذا الماي فهمت فيه شكلين إيه؟ واحد يسموه الفنطاس ايه واحد يسموه تانكي ايه الفنطاس عباره يجي على وشرة السفينة ايه كذي يسوي عباره هذاك ايه على نفس يعني عباره يلبق في الحملة من الحملة ايه خلوا لهم تحت هناك بين هذا مطاف بس يعني إيه؟ والبه يعني الرجال توف ايه هذا يحطوا فيه اللي هو خشب القوران وقوران ايه ايه عشان الوقيد نعم إيه ما يقول على 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 قران نعم زين الحين خلصنا الحين نعم هذا اللي هو سموه جاني الوانس هذا لو ثالث قطعة هذا الحين إيه جاني الوانس هذا يحط فيه تمر ما تمر يحط فيها يعني مخزنهم إيه مخزنهم إيه يسموه إيه؟ الوانس هذا إيه يسموه هذا جاني الوانس إيه زين هذا جاني الوانس يبغى له قال جدع نزل سيب
إيه؟ تحت هني فهمت إيه؟ يروح يجيب الجذوع إيه؟ والجذوع يحطوا إيه؟ سيوب إيه؟ يحطوني على نفس الجالي هني إيه؟ إيه؟